خلينا نبتدي بأول خبر معانا النهارده، وهو زي ما قلت لكم عن طلاب كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ اخترعوا نظارة اسمها نور الذكية. خليني أقول لكم إيه هي النظارة بالظبط. هي نظارة للمكفوفين في مشروع عشان يساعدهم إن هم يتعاملوا في المجتمع بشكل طبيعي. والنظارة دي بجد حقيقي حقيقي اختراع، يعني انا فخوره جدا بالموضوع ده، لان هي مصممه ان هي بتفهم النظاره بالعربي والانجليش الاثنين. فهي مصممه انه اللي هيلبسها وهو ماشي في الشارع يقدر، النظاره بتدي له كيوز، بتتكلم النظاره بتتكلم وبتعمل ترانسليت بالعربي او بالانجليش ايه اللي قدام الشخص. اوكي. يعني هي بيبقى ليها سماعة ولا هي بتتكلم هي فيها زي سبيكر، بيلت ان سبيكر، هي سمارت جلاسز بتقول للشخص الكفيف الحاجات اللي قدامه، زي مثلا قدامك دلوقتي رصيف، مثلا قدامك ساين بتقول اقف هنا اتحرك هنا. وكمان شغاله على انه لو كان في اي ساينز باللغه الانجليزيه او بالانجلش تقراها برضه. تقراها برضه وتترجم للشخص، وده بيساعدهم ان هم يتعرفوا على البيئه اللي حواليهم. يوجوالي ذي يوز ستيك، بس ده طبعا هيعلي الاوان. يوجوالي ذي يوز ستيك او مثلا بيكون معاهم جايد دوج، بس مش كل الناس عندهم اكسس للحاجات دي. اوكي. فاظن المشروع ده مهم جدا وهيبقى حلو قوي كمان لو هم قدروا ان هم يوفروه للناس اللي مش قادره ان هي يس الناس اللي كنت بفكر فيه انه لو هي كمان افوردبل ده هيبقى حلو قوي ومفيد جدا. يعني حتى عارفه دايما بيكون في اول مرحله كده من البرودكت بتكون لسه بنجرب وبنكتشف، فلو يعرفوا ان هم مثلا يوزعوها فور فري ويبقوا معرفين الناس ان هي برده مش 100% تعتمدوا عليها عشان لسه في مرحله التستنج، فيوزعوها الاكشلي كده كده هيوزعوها الناس مكفوفين، بس اتس بيتر لو وزعوها الناس اكشلي محتاجه الاسيستنس ده ويكونوا بيجربوا عليهم وفي نفس الوقت فور فري او فور فيري سيمبوليك برايس. يعني بالظبط. واكشلي ذاتس نوت اول، كمان النضاره تقدر من خلالها انت تشغل يوتيوب فيديوز، تقدر واو تقدر تعملي فيديو كول وتقدري تبعتي فويس نوت. واو ات كايند اوف لايك ابل واتش بس نضاره. فذاتس فيري كول. او ممكن كمان تعملي بيها عمليات حسابيه. طب can you talk للنظارة؟ أيوة، ما كل ده بالفويس كيوز لأن هما they can't see، فهما ومفيش أصلا مفيش حاجة في النظارة دوتي عليها خالص. it's all زي سيري، زي this type of system. فالصراحة يعني بس انا عايزة برضو الموضوع الستيكر ده شوية مش مستغربة، مش عارفة تفاصيله قوي، بس انا لو يعني انا لو هتكلم اوكي ميك سنس برضه هتكلم كده كده هطلع صوت يعني حتى لو في الشارع او حتى لو في سبيكر، بس هي لما هتتكلم هل انا مثلا لو في مكان كراودد هعرف اسمع ولا السبيكرز ليتس سي ممكن تكون قريبه قوي في الجلاس نفسها؟ هي تبقى في الايد نفسها لانه اللي عاملين كده برضه قبليهم ما اعرفش سمعتي عنها، في نظاره اسمها سبيكس عملوها سناب شات. اوكي. نظاره بتصوري بيها. اوكي. يعني تقدري ان انت تلينكت بالموبايل وتاخدي لقطات كأنها البي او في بتاع عيني. وفيها تو كاميراز هنا، وفيها برضو بتطلع صوت اللي هو بس يعني صوت اللي هو بتاع الدوست الكاميرا، صوت بتاع الكيوز بس. فاظن ان هو هيكون نفس الكونسبت لانه يكون جنب ودنهم عشان بحيث ان هم يسمعوا، بالذات ان هو هيستخدموه فيديو كول. فده اتس ريلي نايس، تحس ان هي تكفر كل حاجه اني ون كود ايفر نيد، يعني they hit every كل ديتيل كمان. كل ديتيل نايس. برافو جدا. If you guys are watching this we would love to have you on the show عشان نعرف اكتر عن البروجكت، لانه بجد بجد مشروع يعني اختراع فعلا مفيد جدا، هيساعد جدا ناس كتيره. I totally agree صراحه. Much needed يعني. Much needed فعلا.